محطتنا التالية مشاهدينا ستكون مع كتاب لولا قرار رحلة في مهب الريح لمؤلفة معتصم بن أنور السالمي. نعرف أكثر عن فكرة هذا الكتاب من خلال الاتصال مع مؤلفة. مرحبا يا معتصم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله معنا ونرحب فيك في من عمان. يا مرحبا. أهلا وسهلا. إذا لولا قرار كانت الرحلة بتكون في مهب الريح. بالفعل. إذا نعرف أكثر عن طبعا هذه الرحلة بداية، كيف بدأت فكرة الرحلة؟ وحسب ما عرفت أن كانت برفقة أصدقائك. يا مرحبا وسهلا، أشكركم على الاستضافة أولا. وفكرة الرحلة من الأساس ما كانت أبدا برفقة الأصحاب، كانت فكرة الرحلة هي خالصة رايحة بسبب التخرج. كانت رحلة التخرج وكنت حاب أن تكون مع العيلة، ولكن لأسباب مختلفة صارت اعتذارات من العيلة، من الزوجة، من الأب، من الأم وكذا، واضطريت اني انا اطلع ابدل الخطه وتكون مع الاصحاب. نعم. والحمد لله تواصلت مع الاصحاب المقربين اللي هم جانا فرعنا مع بعض وجانا كذي، يعني ما لنا اول مره. فصارت الرحله استثنائيه، بدل ما تكون التخرج مع العائله فقط، لا، تخرج لحالي ومن بعدها رحله اسيويه مع الاصحاب في دول جديده. نعم. طيب، يعني هذه الرحله كانت طبعا على ارض الواقع. كيف جاءت فكرة تحويلها إلى كتاب؟ تحويلها إلى كتاب بصراحة كان شيء مغاير، يعني هذه الرحلة بالضبط كان في 2017، تخرج من الدكتوراه كان في 2017. ولكن فكرة الكتاب وتأليفه وكذا هذه كلها جاءت في عصر كورونا. نعم، شفت أن من الضروري رحلة مثل هذه توثق. توثق، أيوة بالفعل. فقلت أنه لازم أني أوثقها لأن فيها أحداث كانت جميلة وأشياء ممكن الاستفادة منها. نعم، خبرنا أكثر عن الكتاب ومراحل الكتاب، يعني حابين نعرف أكثر. علما أن قالوا لي أن ترى المعتصم ما راح يقول، لن يصرح عن القرار الذي اتخذه. مراحل الكتاب هي المرحلة الأولى، مرحلة التخرج الخالصة، لما كنت أنا وحدي في الجامعة مع أحد الأصحاب المقربين الدكتور حسن. لكن من بعدها صارت الرحلة الثانية اللي هي مع الأصحاب. أول ما تقابلنا مع الأصحاب، طلعنا مع بعض، لاحظت في مشكلة، جالسين يحكوا لي عن مشكلة، حابين إنه يغيروا شيء. قلت ما ممكن، إحنا اتفاقنا اتفاق وانتهى الموضوع. وبديت إني أشوف إن المسألة كانت تكبر وتكبر يوم بعد يوم، وأنا كنت معمل لها تسويق، يعني ما مشكلة. إلى ما وصلنا إلى مرحلة، يعني في مرحلة بعد ما كتبت في الكتاب، يعني اللي كانت في حديقة مائية صغيرة، كان خلاص كل واحد من فجر خلاص، يعني واصلين حد، يعني إذا تمس الواحد ينبطل. فهناك قلت لا، لازم نتخذ قرار ونشوف كيف. وهناك أنا بديت أذكر شوية كيف نتخذ القرار بجهة علمية، يعني ما بس قرار ان هذا كذا وهذا كذا سوى هذا عمل كذا، لا، كيف نتخذ القرار. نعم. فبديت ان ادخل في الموضوع لين ما عرفنا اساس المشكلة، ومن بعدها صار القرار. للعلم القرار يعتبر غريب جدا لرحلة اصحاب، القرار يعتبر غريب جدا لرحلة من افراد يعني قليلين. الغريب ان القرار يعتبر تفريقي في العادة أكثر مما هو لمشن، لكن هو طريقته وطريقة تقبله. وإيش صار في يوم القرار من الكائنات الصغيرة اللي كانت تضحك حوالينا وتنط وكذا، يعني غيرت تفكيرنا مباشرة. نعم. والحمد لله رب العالمين بسبب القرار. بالمناسبة أنا كنت يعني بين أمرين، هل أكتب لولا قرار صحبة في مهب الريح، او اكتب لولا قرار رحلة في مهب الريح، لان كانت ممكن الصحبة كلها ما بس الرحلة. نعم. في النهاية اذا الكتاب غير انه هو يوثق هذه الرحلة اللي لولا هذا القرار كانت ستكون في مهب الريح، والصحبة ايضا في مهب الريح، ايضا في خلينا نقول يعني
في كذي لمحات أو أهداف أيضا ومغزى من هذا الكتاب، رسائل حابة توصلها عند للقراء في كيفية اتخاذ القرار؟ بالفعل أنا دائما الكتب اللي أكتبها أحب أني أنا أضيف فيها المادة العلمية علاوة على المادة الأدبية. هذا نفس الشيء صار في كتاب الماضي أربط الأحزمة مع الأخ بدر الوئيبي. نعم. فدائما أحب أن أذكر. فهو في النهاية في هنا أول شيء الكتاب يدعو إلى الأولويات. وش عندك الأولوية؟ رحلتك ولا أصحابك؟ نعم. بعدين الشيء الثاني كيف أتخذ القرار؟ هل أتخذ القرار؟ لا هذا عمله كذا عمله كذا خلاص. فركش ضيع الرحلة ضيع الصحبة ولا شوية تونى وشوف وعرف ذاك الأسباب. فهنا في دائما أخذ الأولويات ومن بعدها طريقة اتخاذ القرار من الهدوء من سرد القرار إلى آخره. نعم. من هذه النوع. ولولا هذا القرار اللي لحد الحين معتصم أنت ما حاب تقوله. إيه لا ما يصير نقوله لأنه حتى القرار يعتبر علمي خالص. يعني أنا بالمناسبة لكنه موجود في الكتاب. من يقرأ الكتاب بيعرف القرار. ويعرف القرار. نعم يعني هذا طريقة تشويق لقراءة الكتاب. وأنا عندي مثلا رحلات جماعية، الرحلات الجماعية أتخذ هذا القرار عادي. لأن الرحلات الجماعية هذا قرار يعتبر عادي جدا في الرحلات الجماعية اللي هي مجموعات كبيرة. نعم. ولكن يعتبر غريب لدى أصحاب من 5 أشخاص ولا يعني مجموعة صغيرة ما يعتبر يعني قرار مناسب، لكن في هذه الرحلة كان الحمد لله رب العالمين مناسب جدا. نعم. طيب وبقية الرحلة من يود الحصول على هذا الكتاب عشان يعرف هذا القرار؟ الحين تشوقت العالم يا معتصم. من وين يقدرون يحصلون عليه؟ ممكن حتى بالاتصال معاي، ولا أنا كنت حتى هذه الأيام في عرض إلى اليوم الوطني إن الكتاب ممكن يحصلوه بريالين. خلاص إلى إن شاء الله. يوم العيد الوطني. شكرا جزيلا، نبارك لك طبعا صدور هذا الكتاب لولا قرار، رحلة في مهب الريح، للكاتب ومؤلف الكتاب معتصم بن أنور السالمي. شكرا جزيلا لك على طبعا هذه الإضاءة على هذا الكتاب. شكرا جزيلا.